اوكي انا هديل عندها حس التذوق اكثر مني، ممكن تكون عندها خبره، يعني انا بالنهايه مالي شيف. شيف اسمع صراحه انا ما بعمل حلو بالعاده، فانت بس اعطيني هيك المكونات على السريع. زين هديل، ايش رايك اجي مكانك اطبخ؟ السلام عليكم يا طيبين، انا خليفه الهارون معروف كمستر كيو، ومرحبا بكم في هالبرنامج الجديد والحلقه الجديده نتكلم عن تحدي الطبخ. وطبعا لازم نقول لكم رمضان مبارك. في هالحلقة بنكتشف عن أحلى المشروبات، بنشوف شيء حلو من الشف الحلو أبو علي، وانتو تعرفونه من بالهمبار. يالغاليين خندش المطبخ وبنكتشف أكثر، ولا تنسون مع بلدنا في قلب كل وصفة. تعالوا معاي. انزين خلنا نرحب فيه هديل وسارة، حياكم المطبخ. هديل وسارة زين، شلونكم؟ تمام، شو اخباركم؟ مرتاحين؟ هديل رجعتي، انت تطبخين وايد صح؟ صح. انزين قولي لنا شوي اكثر. وصفات على السوشيال ميديا. اوكي، بس ما بنعرف، يعني ممكن هي تكون عندها حس التذوق اكثر مني، ممكن تكون عندها خبره، يعني انا بالنهايه مالي شيف. يا الله، يمكن احرزتني. ما بنعرف، يمكن خليني اكون متواضعه. لا ابيك تكونين متواضعه، بس ابيك في نفس الوقت بس اكيد عندي كونفيدنس. عندي ايه؟ لا في تحدي اكيد. جاهزه؟ اوكي اوكي. انزين قولي لنا شوي اكثر، انت من وين؟ انا من سوريا. من سوريا. من الشام. حلو. صار لي 5 سنين تقريبا مدونة وصفات على وسائل التواصل الاجتماعي. حلو. وخصوصا على الانستغرام. حلو. وطبعا انت تفضلين الانستغرام وانت تنشرين طبعا كل محتواك، وتقدرين تعلمين الناس شلون هم يقدرون يطبخون ان شاء الله. صح صح. انا بدون وصفاتي بشكل تقريبا شبه يومي. حلو. بصورها كونتنت كرييتر وان وومن كرو. انزين انا بعمل كل شيء من الاي تو زد. انزين يعني انت تطبخين كل شيء؟ ها يعني بطبخ كل شيء، كل شيء وورلد وايد، حتى يعني الحلو. حتى الحلو، بس هلا تو بي اونست مالي كثير سبيشالست بالحلو. وفق ان شاء الله. يعني بس ما تكون الوصفه اليوم حلو، ما تقول بنكتشف مع بعض. تهديل طبعا هلا. الناس تعرفوا عليك في الحلقه السابقه، ولكن مره ثانيه لو سمحتي عرفي نفسك. اوكي انا هديل، نوع محتواي اكثر شيء عائلي، وبحط وصفات وبنفس الوقت بكتب، يعني بعمل كل شيء، كل شيء بحبه. الوصفات اليوم يا هديل وبس. من وين؟ فلسطينية أردنية. حلو حلو. وانت فزتي آخر مرة وانت كنتي واثقة طبعا. لا ما ضلك تحكي فزتي، أنا بالحلو ما بفوز، أنا عارفة حالي. أوكي نزين، يقولون الحلو للحلوين، والشيف طبعا سوا لكم طبعا هالطبخة الحلوة. شوفوا الصدمة. أوكي. جاهزين عشان تشوفون السالفة كلش. جاهزين. نزين وأنا بقول لكم شنو القوانين بعد شوي. أوكي أوكي ريدي. أوه ماي جاد، شنو ذي؟ طبعا تقدرون تشوفونه، بخليكم انتم تذوقونه بعد شوي، تقدرون تشمونه اذا تبون. حياك. شكله شيء مثل بيستاشيو بودين. اوكي كانه بيستاشيو بودين. الله عليك يا سارة. شميت الريحه؟ بخليكم تذوقونه بعد شوي، ولكن اولا خلوني اقول لكم شنو الشروط، شنو القوانين. اوكي عندكم 15 دقيقة. لا اقل. 15 اقل من الحلقه السابقه. هلا حتصل على الشيف اخذ الوصفه خليه يساعدني. سمعتي كلامها؟ ليش قالت بتتصل في الشيف؟ لان انتم عندكم كرت اخضر. أوكي. مع هالكرت تقدرين تتصلين في حد او تتصلين في الشيف. اكيد بالشيف. اكيد بالشيف. مستعده. وعلي وعلي يبونك من الحين. اوكي يعني اوكي طمعانين بالشيف وبوجوده اليوم، اكيد بده يساعدني. اوكي اوكي. شوفوا انتم عندكم كل شيء في المطبخ. تمام. كل شيء ها اللي تحتاجونه موجود في التايمر، ولا اكثر ولا اقل. فقبل ما نبتدي بعطيكم فرصه علشان تقدرون تجربون الحلو اللي قدامكم، بس خلوني اعطيكم الايبرن. هاي لتش. هاي لتش. شكرا. تفضلي، بسلم على ابو علي واخذوا راحتكم. اوكي اوكي. مرحبا يا خليفه، تعال يا خليفه تعال. ايش رايك خليفه؟ الو معاكم 15 دقيقة، قولوا بسم الله. اوكي شيف. هلا ابو دعي، شو اخبارك؟ خليفة عساك طيب؟ الحمد لله. الله يرحمني والديك. طبق بسيط وحلو، بس اساسه من المطبخ السوري لان عليه الفستق الحلبي، حبايبنا يا الحلبي عن سوريا. حلو. خلينا نشوف الابداعات بينهم. واثق؟ واحدة هذا هو، أنا هالي مستانس منه. شوف شوف التذوق، شوف التذوق عنده. يا عيني عليك. يلا بخليك قولي.
انت. هجرب مره ثانيه. انا حتصل على الشيف اطلب المكونات. لا لا خليه يكملون الجلاس كله حبيبي. يلا بلشوا. انزين 14 دقيقه دكتو. بدأنا. تذكرتوا؟ نعم. 15 دقيقة. ريدي؟ ريدي. جيت سيت؟ يلا. جو. أنا حبدأ، حتصل على الشيف لأني مش عارفة إيش. على طول كرت أخضر على طول. أنت تاخذي راحتك. ناخذ ال كل شيء موجود. أي شيء تحتاجينه تقدر تاخذينه من المطبخ. هلا شيف. مرحبا يا هديل. شيف اسمع صراحة أنا ما بعمل حلو بالعادة، فأنت بس أعطيني هيك المكونات على السريع. انزين هديل إيش رأيك أجي مكانك أطبخ؟ معلش شيف والله ما بعرف اعمل. حرام عليك، بسيط، مطبخ شامي ما يعملها. على كيف حليب بالفستق. حليب بالفستق الحلبي. بالفستق؟ لا بس كيف صار جامد هيك؟ هو مو بس حليب صار جامد. انا بقى قد ما اقدر بساعدك. حليب كريمة طبخ وشي بسيط بجمدها. حليب وكريمة طبخ وإشي بسيط بجمدها. يا عيني عليك. رجعي. اوكي ماشي، شكرا شيف. كورن فلاور. يا انترستينج. الشيف قاعد يتصل. لحظة. ألو؟ حبيبي ثمان دقايق والسوالف ماخذتهم ما ينفع. ثمان دقايق؟ ثمان دقايق oh حبيبي. أوه. أوكي شكرا شيف. حاطة عينها على صحن سارة، هاي ما ينفع. أوكي أوكي بخبرها. توكل على الله. لا تغشون. شكرا شيف. بس أحسنت. سؤال، ما نغلي الحليب؟ لا تغشون من بعض. أوكي. تطالعون بعض أنت وايد. الو شيف. سارة قاعدة تفرحني وقاعدة تسكب. اقول لها ولا ما اقول لها؟ عندك ياها. اوكي اوكي اوكي. توكل على الله. يلا يا شيف. الشيف قال انت اي سويتي شغل عدل. فرحتيها. الحمد لله. اوكي. لازم نروح لهم ما ينفع. زين فانتوا خلصتوا الحين قبل الوقت بخمس ثواني. والشيف طبعا. حبيبي. وصل. حبيبي يا ابو دعي. تفضل. دام فضلك. بسم الله. هديل الصراحة سوت جو، سوت جو. سارة أنت ضفتي اللون الأخضر؟ لا شيف ما ضافت اللون الأخضر. ما ضفت. هو حط اللون الأخضر. هاي من الشيف. صح. إنزين. مشكلة يا أخي مقاربين وايد 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 والله. اثنينهم طيبين شهادة لله، اثنينهم طيبين يعني ما احب اظلم حد، واثنينكم فايزين يعني والله بيدي افوزهم اثنينهم. تجبر الخواطر. لا ابدا هيك. هذه كلمه حق والله العظيم اختي. ولكن يا شيف انت تعرف لازم تختار بس شخص. بس بروح واحد. على تعزيز نكهه اكثر ولون اكثر. ساره والكل فايز. اوكي. فانتوا سمعتوا من الشيف، سارة فازت في هالحلقة، وأبيكم تتابعون الحلقة الجاية، ولا تنسون لأن في نهاية الموسم بنشوف مين بيكون الشيف من الشيف. خلكم معانا. باي. تقبرني شو بحبك.